لاحظ رحمة الله عز وجل لما يصدق الإنسان في معرفته سبحانه وتعالى تأتيه الرحمة سريعة مباشرة، وهذه الفاء تكشف أن الخطة لم تكن مكشوفة. ما كان يدري موسى كيف سينصر الله عز وجل، لكن الطمأنينة، الثقة، تفويض الأمر، التوكل على الله عز وجل المبنية على استشعار معية الله سبحانه وتعالى له. قال كلا إن معي ربي سيهدين، اشفع الله عز وجل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. العجيب سبحان الله ما يسترسل الإنسان في قراءة قصة موسى، ولاحظوا كمال رحمة الله عز وجل، ويعني إن ما يفوق به الرب سبحانه وتعالى حتى ما يخطر في مخيال العباد. موسى عليه الصلاة والسلام لما أمر الله عز وجل بضرب البحر وانفلق البحر وسار بقومه، كان متوهم إن غاية نصرة الله عز وجل له ماذا؟ إن ينجيه وقومه من فرعون. سبحان الله، كان ناوي موسى عليه الصلاة والسلام يسوي لما يوصل إلى الضفة الثانية معاه العصا، كان ناوي يضرب البحر مرة ثانية. ليش؟ عساس يرجع البحر وينطبق ليعزل بينه وبين فرعون. ترى هذا غاية أماني موسى عليه الصلاة والسلام تلك اللحظة. فقال الله عز وجل له مخاطبا إيش؟ واترك البحر رهوا إنهم قوم مغرقون. يأمر الله عز وجل اترك البحر على حاله، اترك، لا تضرب بالعصا ليرجع البحر، لا لا، اترك البحر كما هو. ليش؟ حتى يدخل قوم فرعون فيشفي الله عز وجل بذلك المشهد صدور قوم المؤمنين. فلاحظ موسى عليه الصلاة والسلام بكمال معرفة الله سبحانه وتعالى ما كان يخطر حتى في مخياله إن الموضوع يبلغ المدى الذي أراد الله سبحانه وتعالى.